حرصا منها على مشاركة المصريين فرحة أعيادهم، جاءت مبادرة وزارة الزراعة بإنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية عن الحدائق الرئيسية التي غالبا ما يقصدها المواطنون في الأعياد، لتذاع هذه الأفلام على القنوات التلفزيونية. حديقة الأسماك في منزلك عنوان الفيلم الذي أنتج عن الحديقة التي غالبا ما تجد أقبالا كبيرا من الأسر المصرية في الاحتفال بالأعياد المختلفة، ومع الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا، جاء قرار إغلاق الحديقة خلال الأعياد. تعد حديقة الأسماك بالزمالك من أفضل الحدائق التي أنشئت في العصر الخديوي في القاهرة. أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1867. تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين، خلفها منطقة البهو وممرات الحديقة الأربعة، لتصل مساحة الحديقة مضافا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لقرابة 10 أفدنها. أما الجبلاية من الداخل روعي عند تصميمها أن تكون على شكل ممرات وتجاويف داخل شعاب مرجانية. وتضم الحديقة 49 حوضا للأسماك المتنوعة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة، كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة. كذلك يوجد بالحديقة أقسام تضم أنواع من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار. حديقة متميزة عن غيرها بتصميمها وبنائها، ما يجعل من زيارتها مغامرة ومتعة لا تنسى. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.